أيضاً يعني هناك فرصة لتكون الصقيع يومية الثلاثاء والأربعاء على تبوك وأيضاً الحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة. نتوقع إن شاء الله انخفاض ملموس في درجات الحرارة ما بين يعني درجتين تحت الصفر إلى الصفر المئوي، ويمتد تأثير هذا الانخفاض في درجات الحرارة بإذن الله يوم الأربعاء ليشمل أيضا منطقة القصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض. نتوقع أيضا أن تسجل درجات حرارة ما بين 3 إلى 6 درجات هي الصغرى المئوية على منطقة الرياض والشرقية وأيضا القصيم بمشيئة الله تعالى.